يا اخويا بجلك اليمين. شكرا يا عم. هنطلع على سلامتك يابا. نورت. الله يسلمكم يا اولاد. نورت بيتك ومطرحك. بسم الله ما شاء الله. اسم النبي حارسك وصينك يا عبد الرازق افندي يا ابن ستوت. خش يا اخويا خش. خش اسم الله عليك. بالراحه بالراحه على مهلك. على مهلك يا اخوي. خش ارتاح. خش. سند عليا وسع يا ولا كده اما اسند ابوك. على مهلك يا اخويا على مهلك. بالراحه يا اب. ارفع رجلك كده وافرد جبتيتك. انا عامله لك شفشق ليمون وهروح اجيب لك شويه عصير قصب. عصير القصب حلو فيه غذاء يلم الجرح تقعد تقربع منه طول النهار. لا لا مش دلوقتي يا زهيه مش دلوقتي. طب يا اخويا على راحتك على راحتك يا غالي. ايه يا اخويا مالك مالك بتتنهد قوي كده ليه؟ حامل هم المذاكره يا زهي. الامتحانات على الابواب يا اخويا. يعني هي المذاكره والامتحانات هتطير؟ اهي موجوده. المهم صحتك. الصحه هي التاج. طب يا زهي سيبوني شويه عايز انام. طب يا اخويا نام نام نوم العواف. نام يا اخويا. كنا عايزين نقعد معاك شويه يابا. ايوه يابا. يا اولاد لما ابوكوا يصلب طوله هيشبعكوا. قعد معاه. فوتوا قدامي. نام يا اخويا. نام وافرد جتيتك ما تنفتش. نام نوم العواف. فوتوا يا عيال فوتوا. ايه مالك يا ام؟ مفيش مفيش يا ابني. شكلك تعبان قوي يا ام. يا ابن امك من ساعة ما ابوك عمل العملية من 3 ايام وهي بتنامش الليل ولا نهار. ما تنعوش همي يا عيال. خشوا انتوا اوضتكوا وقعدوا في هدوء. ما تعملوش دوشة لابوكوا يصحى. خشوا فوتوا. حاضر يا ام. يلا عرضوا يا ابني. ياني وبعدين يا رجاله هنعمل ايه؟ هنفضل قاعدين كده زي الحريم حاطين ايدنا على خدنا؟ واحنا هنعمل ايه يا فاروق؟ في ايدينا ايه بس؟ في ايدينا ايه يعني ايه؟ البحيره دي مش بحيرتنا والسمك اللي فيها دي مش سمكنا والسمك اهو موجود جوه الميه يبقى ما ننزلش نصطاد ليه؟ شرطه المسطحات المائيه يا سيدي عندها تعليمات ان اللي ينزل البحيره يصطاد يقبضوا عليه. ده في تعليمات ان المركب اللي تنزل تصطاد يضربوها بالنار. ليه بس يا اخويا انت وهو؟ ليه؟ هو كان احتلال انجليزي ولا فرنساوي؟ ده احنا الحمد لله احرار في بلدنا. ايوه بس الحكومه هي اللي قالت كده يا ريس. يبقى عشان كده صوتنا لازم يوصل للمسؤولين وبالاخص به المحافظ. وان ما كانش عنده علم باللي بيجرى احنا بقى اللي نقول له ونفهمه باللي بيجرى واللي بيحصل هنا. يبقى نكتب بقى عرايز. ايوه نكتب عرايز ونبعت منها صورة للسيد المحافظ وصورة للسيد مدير الامن وصورة للسيد الوزير. اني وزير يا ريس؟ وزير الداخلية يا اخي. وزير الداخلية بس؟ خلاص نكبرها ونبعت عرايس لكل الوزراء. هما كم وزير يا جدع؟ كتير قوي. وهو العيار اللي ما يصيبش يدوش وهم بيقعدوا مع بعض. الله هما مين اللي بيقعدوا مع بعض يا فاروق؟ الوزراء يا اخي. مش في حاجة اسمها مجلس وزراء؟ مجلس ده يعني ايه؟ يعني الوزراء جلسة تتحدث مع بعضيها. واحنا خصص علينا ايه يا سجاد؟ ما تكتب ان شاء الله حتى 50 عريضة. ما احنا فاضيين. مش بيقول الصياد بيصطاد 2 ساعة في اليوم وبيقعد بقية اليوم فاضي؟ ما بالك دلوقتي بيصطاد 2 ساعة كل 3 ايام وبقية الجمعة فاضي. ما نقلبها بقى عرايز. وعلى رأي المثل الورق موجود والقلم موجود. يلا يا جد حضر لنا العرايز. ماشي على قولك نشوف اخرتها. اهلا وسهلا. خطوة عزيزة. يعز مقدارك يا ابني. الف حمد لله بالسلامة. كل اللي يجيبه ربنا كويس يا عم حسنين. ربنا ما يجيب لناش الا كل خير يا اخوي. ونعم بالله. شفت يا اولاد اللعمة اللي نزل الترع يستحمى وسرق هدومه؟ عمل ايه يا ام حسنين؟ شال الترع وروح بيه. حلوة حلوة قوي. يابا انت بتضحك علينا؟ ترعت ايه بس اللي هيروح بيه؟ وانا يا بنتي تخيلت نفسي مفرحه ما لقيتش حل. قلت بدل ما اعملها لكم فزوره اقول كده. حلوه. الله يحفظك يا ابو حسنين. ربنا يسترها معاكم يا اولادي.
وافرح بيك يا سي عبد الرازق يا افندي بالشهاده الكبيره قوي اللي ما يقدرش يشيلها اربعه رجاله عتاولي. ما تشد حيلك يا جوز اختي وتفكيه، بقالنا ساعه عمالين نضحك فيك وانت ولا انت هيني. هو الوجع اللي فيه شويه يا سرية يا اختي، ده جسم بني ادم بردك، ومشره الدكتور جزاره في جسم البني ادم. الله يكون في عونه ويساعده ويتم شفاه يا رب. يا اختي البركه فيكي، ده انت كفونك ما دقتش النوم من ساعه اللي حصل. نوم ايه يا بنتي؟ ما انت عارف اختك واخلاقها، طلع على ابوها حقه، دي باعت كردانها في غمضه عين. وبعدين معاكي يا سرية يا اختي، ما اقصدش احنا نضحك احسن مره واحد. انا ضحكت كفايه، كتر خيركم كده. طيب نسيبك يا ابني تستريح شويه ونتكل على الله، احنا ناولين العصايه يا بنتي. يلا يا ابو عزيزه يا ابا نورت. لازم ابارك لك بعافيه يا اخي. مع السلامه يا اختي، مع الف سلامه. وتشكرين يا سي فاروق، نورتوا يا اخوانا، مع الف سلامه. سلامتوا الف سلامه ابو عزيزه. صحيح يا ولاد، من خرج من داره اتقل مقدار الشاي يابا. هات يا ابو ماي. يا مصيبتي، ايه اللي انت عامله ده؟ ايه اللي انا عامله؟ ما انت شايفه ايه اللي بعمله؟ شايفك فاتح بطن الراديو والكاسيت ومطلع مصارينه بره. مصارين ايه يا جالي؟ قريب اصلحه، لقيته ما بيتكلمش قلت اصلحه. تصلح ايه يابا؟ تصلح ايه؟ ده انت جبت عجله. لا لا لا، ما تخافيش، ده هيبقى عالي العالي. وبدل ما كان بيجيب صوت العرب ومصر بس، هخليه يجيب لندن وصوت امريكا. يابا ازاي بس؟ ازاي وانت كده؟ يعني ايه وانا كده؟ هيه؟ عشان اعمل؟ حلوة دي يا بنتي، العمى عمل بصيرة مش عمل بصر. بصيرة ايه بس يابا؟ ودي عايزة بصيرة؟ دي عايزة عينين تشوف بيه. ده فيه يجي 100 سلك داخلين في بعض، هتلزقهم ازاي؟ في حاجة اسمها دايرة يا جهلي، دايرة كهربائية، واني بتتبع الدايرة، بلمسها بيدي بتديني شك على خفيف، بفضل بقى ماشي مع السلك بصبعي لحد ما توصلني للعطل. دايرة ايه ومربع ايه بس يابا؟ يابا الكاسيت ده بتاع فاروق، وفاروق قطته جمل، اعمل معروف. لا لا ما تخافيش، ده انا حنطق اهله. وبدل عبد الحليم ما كان بيقول اواك، هخليه يقول انت عمري. تبقى بوظته. لما تخلي عبد الحليم يغني لام كلثوم تبقى بوظته. حلوه افشل يا بنت، انت صح. لا ما تخافيش، اني هسكن كل مطرب في دوره. بس يعني صبرك عليا شوي، انت عارفه انني لا مؤاخذه، واللي لا مؤاخذه بياخد وقت شويه. اه منك انت يابا، نفسي افهم دماغك دي ايه. دماغي حديد كلها اصرار، البت زاهيه طلعالي، انما انت طيبه ومستسلمه وفي حالك، خلقك من خلق امك الله يرحمها، انما انا وزاهيه نركب الصعب. وسيدي ابراهيم الدسوقي لعب دورا هاما جدا في محاربه الصليبيين، وأيضا الزعيم سعد زغلول أحد أبناء المحافظة، اتولد في قرية من قرى المحافظة سنة 1861 وأصبح وزيرا للمعارف. ألا أنتوا عارفين وزير المعارف يعني إيه؟ ولا أنتوا عارفين حاجة جاتكوا البلاوي؟ وزير المعارف يعني زي وزير التربية والتعليم دلوقتي، يعني المسؤول عن التربية والمسؤول عن التعليم. وأيضا أحد أبناء محافظة كفر الشيخ الدكتور علي إبراهيم، كان أحد رواد الطب في مصر. عارفين يعني إيه رواد؟ يا سعد رازي، يا سعد رازي، يا نعم سلام. حفاظ بيقول لك اسكت اللي في إيديك وتعالى كلمه. تعالى يلا هنا يا سعد رازي. إيه اسكت إيه؟ شايفني بطبخ ولا بصبن؟ وأني مالي، هو قال لك إيدي، هو عايزك حتما ضروري. خد يلا هنا يا سعد رازي. إيه اللي معاك إيه؟ دي ملوخية، ألحق أديها البيت عند حضرتك المناظر وأرجع كعادة. ملوخية؟ وأدي يا سعد. نعم يا سعد. اقف على الألف على العيال دول. هذا استاذ اللي ينطق كلمة اكتب اسمه على السبورة. هذا استاذ يقولوا لكم كلمتين ينفعوكم، كانت كل البلاوي.
يا وليه يكونوا مش شمورت؟ ما هم قدامك هم يا حضرة الناظر بتقلب فيهم بقالك ساعة. ومال حصالتهم مليانة كده ليه يا بيه؟ مليانة؟ لا مليانة ولا حاجة، بيتهيألي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني من غلوتين يستووا؟ وقبل غلوتين كمان. يا سلام يا اختي. هتشوف. بقول لك ايه، بكام دور؟ عشان خاطرك من غير فلوس. اه منك انتي، اه منك انتي. ايه رايك بقى ان انا عايز ادفع فلوس بس ما تغلبنيش؟ ايه وحد يغلبك ابدا يا حضرة الناظر. الواد ابنك ماشي عندنا في المدرسة كويس قوي. دالي لو ما كنتش خايفة من الغرامة كنت سحبت ورقه من المدرسة. ده الرئيس اسماعيل القرافتي نفسه منى عين يشتغل معاه في تصليح المراكب. انت هتحكي لنا حوادث يا بيت، مختصر مفيد بكام دور؟ ادفع 16 جنيه. ايه؟ 16 جنيه؟ جوز برابر ب 16 جنيه؟ يا حضرة الناظر انا سايب الفصل والعيال بتضرب تقلب، قالوا لي انك عايزني ضروري. شوفوا الولية الطماعة، الجوز برابر ب 16 جنيه. يا حضرة الناظر الفصل. يا بيت ما تبقيش طماعي. قولي لنا كلام البيع والشير. خلاص ادفع 15 جنيه عشان خاطر. يا بنت دول معظمين. اللي انا كنت عامل حسابه يا استاذ عبد الرازق حصل. نعم. اسمعي انا هدفع 10 جنيه بس. انت فاكر طالع لي كام؟ ده هو جنيه بالعافيه. يا حضرة النظر الفصل. يا بنت انت 10 جنيه كويس قوي. ما ينفعش. يا ريت يا حضرة النظر. جالي قرار من المنطقه بابعادك عن العمليه التعليميه يا استاذ عبد الرازق. خد انا 10 جنيه كويسين اهم. طب ادفع 12. بقول لك ايه، هو حلو كده قوي. القرار من مين يا حضرة الناظر؟ كمان 2 جنيه يا حضرة الناظر. هو كويس قوي كده. اي تكاليف؟ العريس وابوه جايين يزورونا النهارده يا سيدي عشان البنت الصغيره، والست راسها والف سيف تاكلهم فراخ بلدي. مالها الفراخ البيضه مليانه لحم؟ قال ايه ما ترميش شوربه. القرار من مين يا حضرة الناظر؟ هات 2 جنيه يا حضرة الناظر وابقى خسرانه 2 جنيه. يا حضرة الناظر القرار من مين؟ هيكون من مين يعني يا استاذ عبد الرازق؟ من السيد المدير، والسيد المدير جاله قرار من السيد وكيل الوزاره، والسيد وكيل الوزاره الله اعلم جاله قرار من مين. ليه عملت ايه هاني؟ ما تقوم يا بنت تتجلي على الله، ما تضيعيش وقتني. هو الواد عبد السلام الفراش فين عشان يروح الفراخ البيت؟ انا عملت ايه يا حضرة الناظر؟ ما انتش عارف عملت ايه يا استاذ عبد الرازق؟ ضربت ابن السيد عضو مجلس الشوري. الا يوم مستبعدوني كده من غير تحقيق؟ بقول لك يا بيت خدي ربع جنيه كمان اهو خلصيني. يا لهوي بالي، هو انا قاعده ده كله عشان ربع جنيه؟ بقول لك ايه، ما تضيعيش وقتنا، مع السلامه، احناش حاضرين لك. يعني انا اسال مين دلوقتي يا حضره النهارده؟ اسال مين على ايه؟ على اللي بيحصل ده. اسال السيد بطرس غالي بتاع الامم المتحده. اما امرك عاجبني يا استاذ عبد الرازق. انا عبد المأمور يا اخي، وكويس انني كنت عامل حسابي، طلعت التقرير من الدرج وقدمته في الوقت المناسب، يا اما كنت هتاخر انا كمان في الرجلين. كله تمام يا حضرة الناظر. تعالى يا عبد السلام. ايوه حط ناظر. وديت الملوخيه. ايوه حط ناظر. طب بقول لك ايه، خد جوز الفراخ دول روحهم بسرعه، قول لهم دول شمرت عشان الشوربه، تذبحهم بايدك يا ولا وتسمى وتكبر ان شاء الله بالفايده. يلا بالسلام. بقول لك ايه يا حضرة الناظر، ما تديني كمان ربع جنيه. يعني هي جت على ربع جنيه؟ انت شطبت على كل الفلوس اللي معايا. بقول لك ايه، ما تدينا شويه بيض جدعانه. جدعانه؟ إيه؟ هو في بيض جدعانه يا حضره الناظر؟ هو البيض اهو كتير يا بنت، اهو اهو البيض اهو، هات يا بنت هات. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. مالك فرحان ومظبط كده ليه؟ اسكت، مش الفرجاني ده نايب الناحيه خد خبر بالموضوع؟ يا سلام، خير وبركه، لسه واخد خبر. الله، ما تطول بالك يا فاروق، مش العرايس اللي احنا بعتناها عملت عمايل ايه؟ يعني خلاص فكوا الحظ. هيفكوه بس اما نعمل مؤتمر. مؤتمر ايه يا جدع انت؟ هي العيال هتاكل مؤتمر؟ العيال عايزه تاكل سمك ورز؟ الله، ما هو المؤتمر هو اللي هيجيب السمك والرز يا فاروق. انت سعاده البيه المحافظ جاي هنا بست نفسه ولا؟ الله، جاي في بلدنا؟ ايوه، جاي يسمع مننا ويشوف على الطبيعه. البركه في العرايس. ايوه ايوه، بس مش عايزينه يجي يبلفنا بكلمتين ويمشي. يبلف مين يا جدع؟ هو احنا صغيرين؟ المهم الفرجاني به نبه عليا، اقول لكم كلكم يا صيادين لازم تحضروا المؤتمر ده. ما هو طبعا الصيادين كلها هتحضر المؤتمر، بس انا بقول لكم من دلوقتي الزفه اللي بتحصل كل نوبه هتحصل النوبه دي كمان. واحنا مالنا بقى ومال الزفه يا فاروق؟ احنا لنا مصلحتنا وبس يا جدع. ايوه عندك حق، احنا ملناش الا مصلحتنا وبس.
حقك وحقي ومصلحتك ومصلحتي. اهدي اهدي يا حلاوه يا ولاد، ده انا قطع يا حلاوه. سمع سمع حلم يا بنتي يا صغير يا جالي. سمع يابا والله بركه. دي حاجه بسيطه يا بنت. رباوي ايه وكاسيتات ايه؟ ده انا ممكن اصلح طياره ميك 707. ايه ما تطلعش فيها قوي كده يابا. هتشوفي هتشوفي يا ست صغير هتشوفي. الله يا حلم الله الله. ايه رايك يا بنت؟ اني خطر لي خاطر. ايه اجيب لك طياري؟ لا مش دلوقتي، بعدين انا بتكلم في دلوقتي. ايه رايك ان احنا نخلي الاهالي يصلحهم رضويهم عندي رسمي؟ رسمي؟ هو ده معقول يابا؟ مش معقول ليه؟ ملايين باينة قدامك اهي. ايوه يابا، بس يعني هما هيصدقوا بردك انه ولا مؤاخذه فيه واحد ضرير هيصلح بردك؟ هما بالهم، هما مش ليهم اللي قدامهم حلوه دي ضرير ولا بشنب. ايوه بس بردك يابا هيخاف. انا معاكي ان العمليه هتتعقد في الاول شويه، لكن بعد كده هتبقى عالي عالي والشغل هينزل يرف، وان شاء الله وبعوده ربنا هيخرب رضاوي وكاسيتات البراري والحمول كلتي. تعالي 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 اقعدي جنبي، خلينا نسمع عبد الحليم بمزاج. يو غني يا حلم، قولي يا عندليب غرد، بدل العيال اللي لو شلنا دول بيتنططوا بالجزم الكاوتش. ايه والله يابا عندك حق عندك حق والله. يا لهوي الاكل على النار هيتحرق يابا. يا سلام يا سلام. الله الله يا حلم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر أهالي البراري والحمول وأهالي برج البرولوس أن يستقبلوا اليوم بين أحضانهم رجلا والرجال قليل، رجلا من أعظم الرجال أعطى الكثير وننتظر منه أن يعطي الكثير والكثير. إننا في هذه المنطقة التاريخية نرحب بالضيف العزيز السيد الوزير المحافظ. والآن أترك الميكروفون للسيد المحافظ. يعيش السيد 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 الوزير المحافظ. يعيش السيد الوزير المحافظ. يعيش السيد الوزير المحافظ. يعيش السيد الوزير المحافظ. يحيى الوزير السيد المحافظ. يحيى الوزير السيد المحافظ. يحيى الوزير السيد المحافظ. يحيى الوزير السيد المحافظ.
بسم الله الرحمن الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العظيم. يسعدني في هذا اليوم الكريم أن ألتقي بكم يا أهل هذه المنطقة الغالية في أرض مصر الطاهرة. ما يخش في الموضوع ده، احنا عايزين نتكلم في المصلحة. إنكم يا أهل هذه المنطقة الغراء. يا عم احنا عايزين نتكلم. أنا سعيد بلقائكم كل السعادة. أنا في الحقيقة عايز أتكلم معاكم بالبلدي. أيوة كده، احنا ما بنفهمش إلا بالبلدي. أنا عارف إن عندكم مشاكل، وأنا شغلتي إن أحل أي مشكلة تصادف أي مواطن على أرض محافظتي. ينصر دينك يا سيادة المحافظ، هو دي الكلام اللي فيه فايدة. بالنسبة لموضوع البحيرة، أنتوا عارفين إن السمك بيتناقص سنة بعد سنة وشهر بعد شهر، فاحنا قلنا ان احنا نقصر الصيد على 3 ايام في الاسبوع. ومين اللي قال كده يا سياده المحافظ؟ اقعد 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 يا انت، عايزين نتناقش معاك يا سياده المحافظ، ده من حقني. هو احنا جايين لمقاطعه عشان نسمع خطب؟ ما احنا سمعنا خطب. معلش يا سياده المحافظ، الصيادين طبيعتهم كده، عندهم جرأه زياده شويه. يا فرجاني بيه، دي مش جرأه، دي بجاح، بجاح زيك. عموما لازم نلم الموضوع رغم استغراب طريقة الكلام. برافو سعادتك، هو ده الفهم السياسي الصحيح. اقعدوا على جه انت، سيبهم من فضلك، سيبهم يا جماعه. اللي عايز يقول حاجه يتفضل يقولها. يا سياده المحافظ، احنا عايزين نتكلم بصراحه وعلى راي المثل، ما يقطع رقاب العباد الا اللي خلقه. يا ابني مفيش حد بيقطع رقاب حد. يا جماعه عاوزين ننظم المناقشه شويه. يا سياده المحافظ، احنا جايين عشان ده اكل عيشنا وعيش عيالنا. البحيرة طول عمرها مليانة بالخير، وربنا هو اللي بيبعت الرزق مش العبد. يا جماعة احنا عايزين نتناقش بأسلوب علمي. فعلا السمك في البحيرة قل، ومعدلات النمو أصبحت في خطر. السمك قل يا سيادة المحافظ عشان الكبار بتوعنا عملوا مزارع سمكية وحولوا مية البحيرة بسمكها على المزارع بتاعتهم، فعشان كده السمك نقص وقل. ما تمنعوا المزارع دي والخير هيزيد في البحيرة زي ما طول عمرها ربنا خليها بخيرها. يا اخوانا من غير عصبية، معدلات الصيد زادت فعلا زيادة كبيرة بعد ظهور وسائل الصيد الحديثة. أسعادة المحافظ، ده فيه ناس بتقول ان الحاجات دي معمولة مخصوص عشان الكبرى والحيتان هم اللي يستفيدوا، حتى ولو داسوا على رقاب الصغيرين وموتوهم. عموما اوعدكم اننا ندرس الموضوع من كل جوانبه. هو احنا لسه هندرس يا باشا؟ هو في حاجة بتتعمل في القرن العشرين من غير دراسة؟ وعلشان ندرس كويس وعلشان ننمي البحيرة بطريقة علمية، أنا قررت إن احنا ناخد على كل كيلو سمك تصطادوه شلن، 5 ساغ. أظن 5 ساغ مش كتير. أبدا يا باشا، ده مبلغ بسيط جدا يا جماعة. الدراسة عاوزة مصاريف والتنمية عاوزة مصاريف. ده غير الزريعة اللي هنشتريها، ودي بفلوس. لا بقى، دي حاجة ما يسكتش عليها. عيب يا جدع انت، عيب. اسكت يا اخينا، سيبوني، خلوني اقول كل اللي في قلبي. الصياد مننا ما بيحبش حد يعرف رزقه. طب الحكومة بقى عايزة تعرف رزقنا ليه؟ عايزة تعرف كل واحد فينا اصطاد قد ايه ليه؟ ده رزق، والرزق يحب الكتمان. رزق ايه يا جدع انت؟ امال هنعمل لكم ايه؟ هنجيب الزريعة منين؟ انت بتبيع الكيلو ب6-7 جنيه، في ايه يعني لما تدفع شيلن ما جاش 8 سيجارة؟ لا بقى، دي مش حكاية 8 سيجارة ولا معسل. ده الحكومة عايزة تدخل مناخيرها في كل حاجة عشان تعرف احنا بنكسب ايه وبنشتري ايه، عشان يوم والتاني وتقول لنا ضرايب. بس بس يا جدع انت، بلاش الكلام الفارغ ده. على كل حال سيبوني، خلوني اقول كل اللي في قلبي. الصياد مننا ما بيحبش حد يعرف رزقه. طب الحكومة بقى عايزة تعرف رزقنا ليه؟ عايزة تعرف كل واحد فينا اصطاد قد ايه ليه؟ ده رزق، والرزق يحب الكتمان. رزق ايه يا جدع انت؟ امال هنعمل لكم ايه؟ هنجيب الزريعة منين؟ انت بتبيع الكيلو ب6-7 جنيه، في ايه يعني لما تدفع شيلن ما جاش 8 سيجارة؟ لا بقى، دي مش حكاية 8 سيجارة ولا معسل. ده الحكومة عايزة تدخل مناخيرها في كل حاجة عشان تعرف احنا بنكسب ايه وبنشتري ايه، عشان يوم والتاني وتقول لنا ضرايب.
بس بس يا جدع انت بلاش الكلام الفارغ ده. على كل حال يا جماعة، احنا سعداء غاية السعادة لوجود السيد الوزير المحافظ ضيفا عزيزا علينا، واني باسم جميع الصيادين اشكر السيد الوزير المحافظ لتشريفه مؤتمرنا هذا، والله الموفق. العيال ما صدقوا تلموا على بعض وهتك يا لعبة في الحارة ومش عايزين يجوا ياكلوا. يا اختي ربنا يخليهم لبعض، ما تقلقيش بعد ما الكبار ياكلوا انا هاكلهم. طب خلصتي الصيادية ولا لسه يا سرية؟ ولا انت يا اختي عازميني عشان تجوعوني؟ كل ما تجوعوا تاكلوا اكتر. طب تاني عامله لكم صيادية هتحلفوا بحياتها. انت في الصيادية لا يعلى عليكي، ما يغلبكيش غير اختك زايه، واللي كانت انقح منكم انتوا الاثنين امكم الله يرحمها. لكن الأهم من ده كله السمك اللي بيصطاده الريس فاروق، زي ما تقولوا كده نفسه حلو في الصيد. الله يكرمك يا عم حسنين. الحقيقة السمك بتاع بحيرة البرولوس ده مفيش منه، منهم لله، منهم لله اللي عايزين يأذونا في أكل عيشنا. يا عالم يا هو، البحيرة دي موجودة من أيام جدود الجدود، والصيادين بيصطادوا منها طول عمرهم، لا عمرها اشتاكت ولا كلت ولا ملت ولا خيرها قل. يقوم يجوا على اخر الزمن عايزين يملعوا الصيد فيها 3 ايام في الجمعه، قال ايه؟ عشان يحافظوا على الثروه السمكيه. مش بالذمه دي كلام فارغ يا عبد الرازق افندي. رئيس فاروق بيكلمك يا سي عبد الرازق افندي. مالك يا اخويا سرحان في ايه؟ سرحان في ملكوت الله ونعمه بالله. كنت بتقول يا رئيس فاروق؟ كنت بقول يعني البحيرة بتاعت البرولوس بتاعتنا دي مساحتها قد ايه تقريبا يعني؟ مساحتها يجي 115,000 فدان. يا خلق الله، دي على كده تبقى بحر يابا. ايوه فعلا، هي اكبر بحيرة عندنا. يا سلام، وعايزين قال ايه يمنعوا الصيد فيها ويجيبوا زريعة ايه ومدرك ايه؟ لا يا عمي، الحكاية فيها ملعوب كبير والمسؤولين مش فاهمين. الناس في البراري والبرولوس ما بتبطلش كلام، بيقولوا العتاولي استولوا على الارض البور الملحي وقال ايه عملوها مزارع سمكيه، وقال ايه كمان الحكومه بتساعدهم وبتديهم ميه من البحيره. ما هي البحيره ميتها من البحر وهو البحر هيخلص. انت مش فاهم الفوله يا سعد الرازق افندي. فوله ايه؟ اصلهم بيعملوا فتحات معينه بطريقه معينه نفهمها احنا يا صيادين، بحيث الميه ما تدخلش عندهم فاضيه، تخش فيها السمك كله. ايوه يعني زي ما تقول كده بيزقوا السمك فتدخل الميه بسمكها. ده ملعوب كبير بقى. امال انت فاكره ايه؟ ويكسبوا بالملايين ومقرطصين الدنيا بحالها ومغرقين السوق بالسمك لاجل الناس تاكل، واحنا ما نلاقيش ناكل. احنا بقى اللي جوعنا وعايزين ناكل. ما يلا يا سرية. خلاص يا اختي اهو الاكل جاهز. يلا تفضلوا تفضلوا. يلا يا عبد الرازق. يلا يا يابا اتفضل بالهنا والشافة. الله 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 الشافة. ايه الريحة الحلوة دي؟ حاكم الضرير اللي زيي يستطعم الاكل بمناخيره. الله الله يا سرية، حلوة. بسم الله. ربنا ما يحرمناش من البحيرة وخيراتها. بألف هنا وشافة. ايه يا جوز اختي ما بتاكلش ليه؟ هو مال؟ أنا عارفة يا أختي ماله. ما تاكل يا عبد الرزق أفندي. مش هتقولي برضو مالك؟ أنا قلت نروح عند سرية وجوزي نتغدى معاهم عشان تروق. لا تغديت ولا روقت. يا أخويا قولي مالك؟ فيك إيه؟ بقالك يومين على الحال دي؟ طمني يا عبد الرزق الله يخليه. أنا موقوف عن شغلي. استريحت يا زاهية؟ يا لهوي. موقوف عن شغلك؟ يعني ايه؟ يعني مش هروح شغلي خالص، شغلي مش عاجبهم. ليه يا اخويا عملت ايه؟ اختلست؟ اختلست ايه يا زاهي انت كمان؟ مدرس الزامي، هيختلس ايه؟ سندوتشات العيال؟ امال يا اخويا يوقفوك عن الشغل ليه؟ ما دام ما انتش حرامي. حرامي؟ هو الحرامي بيوقفوه عن شغله؟ امال فيها ايه بس؟ ده طول عمرك ساق سليم يا سي عبد الراز. ضربت الزفت ابن المغربي بيه. مين ابن المغربي بيه دي؟ ابوه يا ستي عضو مجلس الشورى. طب وماله؟ مش بتعلم له ابنه؟ اهو ده اللي حصل.
ولا يهمك. تحب اروح عني احلها لك؟ تروحي فين يا زهية؟ بس انا قصدي يعني زهية، تعرفي تسكتي؟ اعرف يا اخوي اعرف، بس كنت عايز اعرف يعني هتعمل ايه؟ احنا مالناش غير مرتبك، هناكل من ايه؟ ما تقلقيش على اكلك يا زهي. انا مش قلقانه على اكلي، انا على العيال. ما تقلقيش على العيال برضو. طب فهمني ناوي تعمل ايه؟ انا خدت كارت من شيخ البلد وهروح للفرجاني بيه النايب بتاعنا. قافل 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 ايه يا زهي؟ هو دكاني، انت ايش عرفك بالحاجات دي؟ انا معرفش حاجه، انا بسمع من اهل البلد، ما بيجيش غير في الانتخابات، بعد كده ما يشوفهوش في البلد خالص، ما بيجيش نهائي، قفل على طول، واللي عايزه يروح له مصر. ماني رايح له مصر. إلهي يطعمك ما يحرمك، ويحط لك في سكتك ولاد الحلال اللي يحلوا لك عقدتك يا عبد الرازق يا ابن ستوتي. ما قلنا بلاش ستوتة دي. يا اخويا يعني هجيب لك اسم غير اسم امك؟ مش امك اللي اسمها كده؟ انت عايزنا لخبط الملكة ولا ايه؟ ربنا يجعل دعوتي في الليلة المفترجة دي من بختك ونصيبك يا عبد الرازق يا ابن حوي. ها ماشي يا سيدي كده. بقول لك ايه، انا هقوم احضر لك زوادي تاخدها له معاك. زواده ايه يا زهي؟ هعمل شويه قراص وعلى فرختين على حتتين جبني. وهو الفرجاني بيه برضو هياخد حاجه زي دي؟ وما ياخدش ليه، دول في مصر متشوقين للحاجات دي. اسمع كلامي بس. صباح الخير. صباح الخيرات. الأنسة سعاد لو سمحت. أنسة؟ أنسة إيه يا أستاذ؟ عيب. قصدي حضرتك إنها مدام سعاد؟ وكمان مدام؟ يا أستاذ عيب. عيب قوي كمان. وأنت سعادتك شايفني إيه؟ لابس الكعب عالي وحاطط الروج، جاي من عند الكوافير وعامل الموزمبلي، ولا تكونش دي لا مؤاخذة بقى بلوزة حرير على جيبة رجال؟ أنا ما جبتش سيرة حضرتك. أنا قصدي الأنسة سعاد أو المدام سعاد. ما هو اللي واقف قدام سعادتك ده هو سعاد نفسه، السيد سعاد أو الأستاذ سعاد، وليست مدام سعاد أو الأنسة سعاد. يعني حضرتك اسمك سعاد؟ أيوة يا سيدي. طب ليه عدم المؤاخذة يعني؟ عشان كل واحد يخش يتريق عليا شوية، أدي السبب. بس أنا ما اتريقتش على حضرتك. ولا تتريق، أصل أنا أمي الحاجة أم سعاد الله يرحمها ما كانش بيعيش لها صبيان، فأول ما جيت سميتني سعاد وخافتني عن عيون الجيران عشان أعيش، والحمد لله عشت. بس من ساعتها وأنا بقى عاني الأمرين من جراء هذا الاسم. فضل سعادتك استريح. إذا سمحت عايز أقابل الأستاذ. ليه بقى إن شاء الله؟ جناية ولا جنحة ولا نفقة؟ لا لا دي ولا دي. يبقى لازم بقى حضرتك بتاع التكييف. الأستاذ ما بيحبش التكييف إطلاقا. ولا تكونش بتاع التأمين، الأستاذ ما بيأمنش ولا يتفائل بالتأمين برضو. لا أنا جاي من البلد بتوصية من شيخ البلد وهو حدد لي معاه. هو حضرتك بقى؟ لا ما أنا عارف. ربنا يخليك. أصل الأستاذ ما بيخبيش عني حاجة أبدا، بس أنا كنت فاهم إن سعادتك أصغر من كده شوية. هو الأستاذ موجود؟ هو موجود بس معاه زبونة، تخرج تخش حضرتك على طول. وعلى فكرة بالمناسبة يعني أنا حجة وموسوعة في القانون، ما يغركش منظري، أنا وكيل محامي على حق يا أستاذ عبد الرازق. عاشت الأسامي يا أستاذ عبد الرازق. متشكرة قوي يا أستاذ سعاد. العفو يا ست هانم، إن شاء الله أكون اطمنتي. قوي قوي يا أستاذ سعاد. الحمد لله. اتفضل. والله ما لي لازمة أبدا. متشكرة قوي. العفو، مع ألف سلامة، مع ألف ألف سلامة.
الأستاذ خلص. هو إيه ده؟ لا دي عشان الأستاذ. زي بعضه. أدي الأستاذ خبر. السلام عليكم ورحمة الله. يا رب يا رب بحقق أهل النبي وأهل بيته، بحقق أولياء الله الصالحين. ينصرك ينصرك يا عبد الرزق يا ابن ستوتة يا رب. بركاتك بركاتك يا سيدي غانم يا منور برج البرولوس والبراري والحمول. بركاتك. كويس أوي. يعني أنت لسه طالب في كلية الحقوق، ان شاء الله هتخرج السنه دي يا سعاده الباشا. هانت وتخلص بقى من التربيه والتعليم واللي فيها. انا عايز اقول لسعادتك ان سعادتك مثلي الاعلى في الحياه. انا طول عمري سعادتك بحلم اني اقرب من سعادتك. انا دخلت كليه الحقوق تيمنا بخطى سعادتك، وانا فخور يا باشا، فخور ان سعادتك بتنتمي لبلدنا. شكرا يا اخي. اتفضل اقعد. العفو يا سعاده الباشا. ومساله عودتك للمدرسه ما تحملش همها. انا ان شاء الله بكره هقابل معالي الوزير في المجلس وهشرح له الموضوع، وانا متاكد انه ان شاء الله بعون الله هيغير تاشيرته. خد بالك ان الرجل المغربي بتاع الشورى ده بيتكلموا عليه في البلد عندنا وحش قوي يا سعاده الباشا. بيقولوا عليه ايه يا عبد الرازق؟ مش عبد الرازق برضو؟ عبد الرازق يا باشا. بيقولوا عليه ايه في البلد؟ موضوع المزارع السمكية يعني. ايوه، استولى على مساحة كبيرة جدا من الارض البور في الناحية بالقوة بدون وجه حق، ومنها مساحة مجففة من البحيرة وحولها الى مزارع سمكية، مش كده؟ مظبوط يا باشا. انما هيروح مني فين؟ انا اعيد له بالمرصاد، وده الكلام اللي هقوله للوزارة، انا هفضحه. ربنا يخليك يا سعاده الباشا. سياسه بقى. كنت بقول لك ايه يا عبد الرازق يا باشا؟ ايوه يا استاذ عبد الرازق، انا الحقيقه ليا رغبه اشتري ارض زراعيه في البلد عندنا، بس الارض تمنها غلي قوي يا سعاده الباشا. لا انا قصدي ارض زراعيه مركوبه. مركوبه بالمستاجرين اللي عليها يعني؟ ايوه ايوه. قال له وهتعمل ايه بيها سعادتك؟ عدم المؤاخذة يعني، دي أرض ملهاش أي قيمة، الإيجار ضعيف والمستأجر راكبها ومكوش على خيرها، يعني صاحب الأرض ما بياخدش منها حاجة، لأن المستأجر هو صاحبها الحقيقي تقريبا، إيجار أبدي يعني. مفهوم مفهوم. طب هتعمل ايه بيها سعادتك عدم المؤاخذة؟ أنا بتهيألي إن أصحاب الأرض الزراعية المركوبة دي بيبقى عندهم استعداد يبيعوها برخص التراب. ضروري للأسباب اللي شرحتها لسعادتك واللي سعادتك مدركها طبعا. أهو أنا بقى عاوز أشتري الأرض الزراعية المركوبة دي بتمنها اللي هو رخص التراب ده وأشيلها للمستقبل. أيوة بس دي ملهاش أي مستقبل بتاتا يا أخي. اسمع الكلام وبس، أنت دخلك إيه؟ شوف، أنت تجمع لي أكبر عدد ممكن من الفدادين من الأرض الزراعية المركوبة دي، وحسك عينك تجيب سيرتي في الموضوع خالص، قول لهم ده راجل غريب ما يفهمش اي حاجة في اي حاجة وعاوز يشتري، وشوف حد يدور معاك، واجمع لي اسماء الناس اللي عندهم استعداد يبيعوا، وحضر لي كروكي عقد بيع اللي بنسميه وعد بالبيع. انت راجل قانون وفاهم طبعا. مفهوم يا باشا مفهوم. خلص الموضوع ده وتعالى لي. وشوف يا عبد الرازق، ده امتحان انا بحطك فيه، اذا نجحت هيبقى لك مستقبل كبير قوي معايا،
يا متر المستقبل. إن شاء الله أكون عند حسن ظن سعادتك. وأما مسألة عودتك للمدرسة فاعتبرها منتهية نهائيا. ده حسابي مع المغربي وحساب المغربي معايا مش معاك أنت. والمغربي يجي إيه جنب سعادتك يا سعادة الباشا؟ ده كفاية طهارة إيد سعادتك وخدمتك لأهل البلد وعدم استغلالك للنفوذ. يا ابني إحنا بنراعي ربنا في الأمانة، في الإنابة اللي حملها لنا الشعب من أجل خدمة الشعب لا أكثر ولا أقل. خد بالك كويس من موضوع الأرض اللي قلت لك عليه. اطمن يا باشا، اطمن خالص. استأذناني بقى. ولما ترجع المدرسة هتعرف الكل طبعا ان الأستاذ علي به الفرجاني هو اللي عمل اللازم، هو اللي رفع الظلم. طبعا يا باشا، وهي دي عايزة كلام. وسلم لي على شيخ البلد، وسلم لي على جميع أهل البلد كل أحد باسمه. يوصل يا سعادة الباشا بعد إذنك. لا مؤاخذة يا سعادة الباشا. إيه ده؟ فضلة خيرك، حاجة بسيطة كده من البلد. متشكر يا عبد الرازق، خليه في السكرتارية. حاضر يا باشا، بعد إذنك يا باشا. يا ساتر يا رب يا طير المتخمر يا سرية سرية. يا لهوي، ده انتوا اختبار على حاجة. ايه ده؟ طير مين اللي مخبط على الباب في الفصل اللي قالك كده؟ يا لهوي انت فاروق. ايوه بيه، انا فاروق. ايه فيهاني؟ جوزي عمل ايه؟ خبرية حكومة. فاروق هيجي معانا، عايزينه في كلمتين. قالوا السمك في البحيرة، قلت السمك على